كويس. الشيس اكس اشعار قبل ما الاشخاص يصير مشكلة بالصوت، يبقى يصير الصوت ضعيف، يبعد، يقطع، قلوا لي، لأنه ما أريد أحد شي واحد وتالي أنتم ما تسمعون ضلهم، فرأسة قلوا لي. تمام. كورس تشيس اكس اي ان شاء الله راح نبلش فيه تقريبا، راح يصير انا المحاضرات مكملهن، مو 3 4 محاضرات راح يصيرهم. احنا اختارينا تشيس اكس اي، ما ضفنا وياها مثلا هاي مواضيع واحد. تشيس اكس اي تقريبا يعني 70 80% من الاكس راي اللي تشوفها هي تشيس اكس راي، وهو تقريبا اهم شيء وفي تفاصيل هواي هو تشيس اكس راي. حتى بكتب الاشعه من تقرا كل الشابترات يعني بنسبه معينه، بس من توصل للتشيس اكس راي تلقى شابتر ضخم يعني، لانه بتفاصيل هواي وبستركتشرات هواي وبأكثر من سيستم. فهو كموضوع موضوع مهم كلش. انت اذا ضبطت الجيس اكسايل البقيه سهله تعلم وراح سهله. احنا انا بالبدايه راح ابدا وياكم من الصفر، يعني راح ابدا وياكم حتى اللي ما دارس اشعه وشايفها راح ياخذ البرنسبل الرئيسيه. ما اقول لكم راح ياخذ كل التفاصيل، لا، راح ياخذ البرنسبل الرئيسيه بالاشعه، وبعدين من يدرس اشعه راح يكون تقريبا الصوره واضحه. قد يدخل بس يعني هاي البرنسبل الرئيسيه بس يحشيها بمعلومات دقيقه، وهو كفكره واضحه عنده تقريبا. الكورس نفس الشيء، عباره عن صور والشرح عليها، يعني اللي دخلوا كورس اي سي جي نفس الشيء، كل الكورسات راح تكون بس صور. بالبداية يعني ال chest anatomy، هنا احنا عندنا ال anatomy، هنا مين نحتاج to anatomy chest، يعني ال structural anatomy اللي هو ال anatomy هذا العادي، وعندنا radiological anatomy. ال anatomy اللي يطلع عندنا بالأشعة اللي نشوفه بالأشعة قدامنا، مو كل ال structures هذا اللي يطلع عندنا اللي هي أصلا ال anatomy structure راح نشوفها بالأشعة. فذني الأناتومي لازم قبل لا تبدأ الأشعة لازم تعرف يعني من البرنسبلز مال الأشعة هن ذني. ومن نقول برنسبلز شباب، كلمة برنسبلز خاف واحد سامحها يعني سامع معناها وما فاهمه. برنسبلز يعني أبسط شيء ممكن تعرف عن الموضوع، يعني أنت مثلا يعني موضوع ما من بي مثلا أنت سألك ولد على الطبخ، ما يعرف الولد مو كلش، اكو الاغلبيه انه ما يعرف يطبخ، بس انت تقول له مثلا اسهل اكله يمكن يطبخها هي البيض، تقول له لا بيض ما تعرف تسوي، تعرف تطبخ، فمعناها انه اسهل شيء بهذا المجال ما يعرفه، معناها ما يعرف البرنسبل. فالبرنسبلز هي معناها يعني اقل شيء ممكن تعرفه عن هذا الموضوع قبل لا تدخل بالتفاصيل الشغلات اللي لازم تعرفها. يعني انت مبدئيا اذا ما عرفتها معناها انت ما تعرف عن الموضوع، فهاي معناها البرنسبلز. فالاناتومي واحد من البرنسبلز الرئيسيه، لازم تعرف شنو الستركشرز اللي قدامك بالاشعه. فالاناتومي يعني اعتقد كلكم تعرفون انه تشيست احنا ينقسم اكثر من سيستم، بي بي ريسبيرتوري، بي جي اي تي، بي كارديو، فيزول، يعني اكثر من سيستم. فتذكرون انه يبدي بالاير واي اللي هي اللارينكس، بعدين تبدي التراكيا اللي هي كارتليج، يعني عباره عن حلقات كارتليج، والتراكيا بعدين تنقسم الى تو مين برونكاي، مين برونكاي على عدد اللوبس، سوري على عدد اللانج، احنا عندنا تو لانجز هاي تو لانج، فهنا تنقسم تو مين برونكاي اللي هي واحده للرايت وواحده للليفت، بعدين تنقسم يسمونها برايمري برونكاي او مين برونكاي، بعدين هاي المين برونكاي تنقسم على عدد اللوبس مال اللانج. احنا عندنا بالليفت برايت لانج عندنا 3 لوبس، بينما بالليفت لانج عندنا 2 لوبس. فهنا راح تنقسم، هذه يسمونها سكندري برونكاي اللي هي تروح لللوبس. بعدين من اللوبس اكو كل لوب في سيجمنتس، هاي السيجمنتس راح تطلع لها تنقسم كل وحده الى برونكاي اصغر يسمونها تيرشيري برونكاي، كل وحده تروح الى سيجمنت. والسيجمنتس يعني هاي تفاصيل دقيقه ما اريد ادوخكم فيها، يعني السيجمنتس عندنا بالليفت بالرايت لانج 10،
اللي هي اثنين بالابر وسوري ثلاثه بالابر بالابر لوب واثنين بالميدل لوب والخمسه باللور لوب وبال ليفت لانج 8 من سيجنس فايده لو اختم فايده. فهذا كاناتومي بشكل مبسط عن الاير واي واللانج. بعدين ندخل بمجال يسمونه اللانج فيلد اللي هو هذا اللانج فيلد او سوري احنا ما جاي نحكي عن اللانج فيلد هذا بالراديولوجي، احنا جاي نحكي عن اناتومي. هذا عباره عن تو لانجز رئيسيه وما بين التو لانجز ما بين التو لانجز هي ستراكشر او كافيتي يسمونها الميديا ستاينم. هاي الميديا ستاينم في فايتال ستراكشر لانه تمر به الفايتال اورجان تمر به المين فيزول الهارت بي ايضا يعتبر بالميديا ستاينم وبالاضافة للمين فيزول اللي هي الايورتا والكيفال سيستم اللي هي سوبيرا انفيرا في الكيف والبولميناري ارتريز. يعني شاكو شي مو تابع لللنك يمر بالميديا ستاينم فهي فايتال ستراكشر. بالإضافة إلى المسكولوسكيليتال سيستم والمسكولوسكيليتال سيستم عندنا الريبس وشكل الريبس تعرفونها أنه شكلها تبدأ من البوستيرير وتفتر على الانتيرير هيج توزيع الريبس يكون بهاي الطريقة. الريبس مهمة يعني جيست إكساي. فهذا كأناتومي بسيط. هذا بشيء ها بالفيميل راح يكون عندنا البريست تشو لأنه إحنا جاي نحكي الأناتومي اللي راح يقص الإكس راي اللي فينا. فالبريست تيشو باعتبارها انه خصوصا بالفيميل اللي هي يكون يونج لانه راح يكون البريست عباره عن دنس تيشو يبين بالاشعه اكثر. فايضا امبورتنس فاكتور بالراديولوجي. هذا اللي شرح اللي شرحناه كاناتومي اير واي. وهذا الميديا ستاينم هنا اكثر شيء هذا الرسم يوضح الميديا ستاينم. هاي الميديا ستاينم اللي هي السبيس اللي صاير ما بين التو لانجز وقلنا به هو فايتال ستراكشر بي الهارت بي المين فيزلز. هذا اناتومي سريع اذكركم به. وهذا اللانج تمام شباب اذا الصوت بس هاي حاجوني خذ من هسه صوت شباب واضح بدون هيدفون ليش واضح تمام. هذا الاناتومي ايروي ولانج فقط ايروي ولانج. وقلنا عندنا تراكيا تنقسم الى تو مين برونكاي والتو مين برونكاي تنقسم الى سكندر برونكاي وبعدين تيرشير برونكاي حسب اللوبس السيجمنتس. اللاترال احنا الاناتومي بالتشيس اكس راي ما نحتاج بس انتيريور فيو لانه التشيس اكس راي هي عباره عن 2D بيكتشر يعني مو 3D. طلع لك فقط بعدين فقط بعدين طول وعرض ما طلع لك 3D بيكتشر. فحتى تكمل الصوره وتكمل 3D بيكتشر لازم تاخذ 2 اكس راي، وحده تكون تعطيك طول وعرض والثانيه تعطيك مثلا ارتفاع أو سمك. فحتى تكمل عندك صورة 3D لازم تاخذ صورتين وانت تدمجهم بخيالك حتى تكمل عندك الصورة 3D. فالأشعة هي عبارة عن 2D picture مو 3D 2 dimension تعطيك طول وعرض. فلازم تاخذ وحدة بجانب آخر حتى تشوف البعد الثالث حتى يصير عندك 3D. فهذا البعد الثالث شباب الصورة إذا تردون قربوها حتى تشوفون هذا البعد الثالث اللي هو راح يعني هذا جانبي يسمونه lateral مأخوذ من الجانب هاي الصورة مقطع أرضي. فهذه من ناخذها هنا أنا راح يصير عندي الvertebral column يبين عندي واضح. هذا هو الvertebral column وهذه الvertebrae اللي هي thoracic vertebrae thoracic vertebrae وهذا الهارت جاي تلاحظونه. هذا الهارت هذا الهارت عندنا رايت اتريوم. اذا تلاحظون اللي جاي ان كونتاكت هو مو ان كونتاكت ويت تشست وول يعني قريب كلش جاي ويت تشست وول اللي هو هذا رايت فينتريكل. رايت فينتريكل صاير انتيرير انتيرير رايت فينتريكل وهنا عندنا رايت اتريوم. هسه احنا جاي
الصورة هاي من الجهة اليمنى، وبعدين يطلع عند الأورتا ويجي منها راح يروح بالبوستير وول مال الثوراسك وينزل هو الانفيريار فينا كذا. هذه ما أخذها من اللاترال، هذه ما أخذها من اللاترال، مبين بيها الأورتا صار من الليفت يعني من الجهة الليفت لاترال ليفت مبين بها الأورتا، لأن تعرفون أنه الأورتا هو من يروح بالجهة الليفت، بينما الفيا فينا كيفا والسوبيا فينا كيفا يكون على الرايت. فهذا هو الأورتا، هذا الستركتشر بالضبط نفسه راح يطلع لك بالأشعة، نفسه راح يطلع لك بالأشعة، بس مو المشكلة ما يطلع لك هيك شكل ملون ومميز وكل ستركتشر، راح الأشعة هي عبارة عن أسود وأبيض، اسود وابيض. فانت هنا أنا راح تشغل مخيلتك وتلون بمخيلتك، انت تندل الاستراكشر وين انت هاي الصوره خلاص طبعت ببالك، تندل الايرته هيك ينزل، فمن تشوف استراكشر ابيض نازل بهاي الطريقه هو هذا الايرته، انت هاي الصوره خلاص طاح ببالك. هسه بعدين نجي للراديولوجيكال اناتومي. الراديولوجيكال اناتومي اللي هو يهمنا اكثر بالتشيس اكس راي، بس الستركتشرال اناتومي ايضا مهم حتى تعرف الستركتشرز ومواقعها. والراديولوجيكال اناتومي بعد اللي هو بعد شغلنا اصلا عليه، فالهاي تشيس اكس راي هيك راح تكون قدامك، يعني انت قدامك صوره عباره عن صوره 2 دي 2 دايمنشن طول وعرض وماكو فد شيء يميز الستركتشرز، اسود وابيض. راح اديك الاحمر ارتيري ازرق فين، الهارت ملونه لك بلون، المصل والربس هاي كلها راحت بعد اختفت، انت عندك قدامك صوره اسود وابيض. هنا انت شغيل مخيلتك مال الاناتومي وتندل كل ستراكشر شنو هذا. فقبل لا نشوفكم الصوره هذا هو بالضبط ملونها لك على الاشعه، ملونها لك على الاشعه والستراكشرز بالضبط. فانت من تباوع بهاي الجهه راح يكون عندك هنا من هاي الجهه راح يكون عندك هذا اللي يسمونه الكاردياك شادو، هذا يسمونه الكاردياك شادو اللي هو لونه راح يكون ابيض. كاردياك شادو من هاي الجهه راح يكون عندك هذا شنو؟ رايت ليفت فنتريكول، وهذا هو الليفت اتريوم. الرايت اتريوم اذا تلاحظون جيني بالانتيرير، هذا جاي يعني ما طالع لي من الرايت سايد، ما طالع لي من الرايت ايش للرايت سايد، وانما جاي لي هنا، جاي يعني هسه انت جاي تباوع للموبايل للشاشه جاي على وجهك، يعني من يصير بي اللارجمنت ما يطلع لهاي الجهه وانما يجي على وجهك، ممكن اذا وصل السايز معين يعبر للجهه يطلع من نايف دي بين، بس هو هسه كستركتشر جاي على وجهك، جاي للانتيرير تشيست وول، يعني ما يبين لك من هنا. اكثر شيء يبين عندي هو الرايت اتيريوم، الرايت اتيريوم يبين احنا عند هاي المين فيزل، هذا الايورتا، الايورتا يصعد هنا، يصعد هنا الايورتا، هذا يسمونه اسندنج ايورتا، وبعدين يبدي هذا الايورتيك ارش بالاشعه نسميه ايورتيك نوك، ايورتيك نوك، وينزل ديسندنج ايورتا، وعندنا المين بولمينري ارتري اللي هو هذا ينقسم الى ليفت اند رايت، وشوفوا هاي مبينه هنا، هن ذن الرسومات اللي مطلعها هن ذن يعني نفسها هاي صوره سوداء وبيضاء وملونه عليها هو، فهن ذني هاي الصوره اللي راح تطلع عندك بالاشعه انت تلونها بمخيلتك. وهذه هي الايروي، هذه هي الايروي، خلينا نشوف الصوره بالاشعه نفسها هذا الحكي انا. هذا الابيض مبدئيا، هذا الابيض، هذا الابيض يسمونه الكاردياك شادو، شباب كلمة شادو يعني خيال، بس هنا الخيال مو أسود، أبيض، يسمونه كاردياك شادو هذا، فأي كلمة شادو بالإكس راي معناها خيال، فيعني هذا خيال الهارت بالإكس راي، خيال مع الهارت بالإكس راي. فكستركتشر للهارت إذا يعني هسه حكيناها قلنا هذا هنا أنا راح يبين عندي، يبين هنا هذا الرايت الليفت فنتريكول، هذا الليفت اتريوم، وهنا المين بولمينري ارتري، خلي امسح لكم هذه، هذه المين بولمينري ارتري، المين بولمينري ارتري يصعد ينقسم ليفت ورايت، واحد صاعد وواحد نازل، ليفت ورايت هيج اللي هن ذني،
ذني هن المين بولميناري ارتري، هذا الرايت فروعه وهذا الليفت فروعه، لانه ينقسم واحد اسندنج وواحد ديسندنج، يجهز الابر ولا فهن تو برانش ثاني، بس هو كمين برانش هو واحد يسمونه يعني رايت مين بولميناري ارتري والليفت، وهذا واحد نازل وذني هذا الصاعد، فان ذني البرانشات مالاته هو المين بولميناري ارتري اللي هو جاي منه ومنقسم. هذا بالنسبه للبولميناري artery. بالنسبة للأورتيا اللي هو هذا، هنا احنا صارت شيء صاعد على شيء، صاير شادو اوفرلاب، صاير يعني شيء هذا صاير حسب vertebral column فما ينشاف، هو هذا الاسندنج أورتيا ما تعرفه هو أورتيا لو هاي، بس هو هذا البيض هو صح vertebral column بس هذا اسندنج أورتيا هو اللي فوق، هذا الاسندنج أورتيا واصل لهنا مفتر الأورتيك أرتش اللي يسمونه أورتيك نوك هي هاي، وينزل على شكل descending aorta. هذا هو descending aorta، هذا هو aortic knock يسمونه، هاي الكلمات اللي فوق knock aortic knock اللي هو نفس aortic arch بالanatomy بالstructural anatomy. هنا هسه هذا، هنا هذا فقط left atrium سوري رايت اتريوم، اللي طالع هنا هو رايت اتريوم وشويه جزء من الرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل ما طالع عندي، الرايت فينتريكل هذا جاي هنا، الرايت فينتريكل جاي هنا منطي وجهه لهنا، يعني مو ما يروح هيك يبين، وانما وجهه يعني للتشست وول ما ينشاف الا تاخذ لاترال فيو، يعني من تصور هنا تاخذ مقطع لاترال يلا تشوف الرايت فينتريكل. هذا بالنسبة للأناتومي. الأيروي إذا تقرب الصورة هسه اللي إذا تقرب الصورة حاولوا تقربونها يمكم، إذا تقرب الصورة تشوف أكو هذا السواد اللي نازل تشوفونه، هذا هو التراكيا، هذا هو التراكيا واصل لهنا تقريبا لهنا، منقسم الى قسمين، هذا جاي لهنا واكو قسم جاي هيك اللي هو المفروض يعني مو كلش هسه مبين، بس اذا تدقق يمكن تشوف اكو هذا السواد اللي نازل. المهم هو تجي هاي التراكيا يوصل لهنا راح ينقسم الى ليفت برونكاس ورايت برونكاس وليفت برونكاس. منطقه الانقسام اذا تذكرون الاناتومي اكو فد كارتليج كبير اللي يصير شلون شلون هاي النقطه مال الكهرباء التقسيم، فد كارتليج كبير وطالعات من عند المين برونكاس، المين برونكاس هذا الكارتليج يكون بزاويه معينه اللي هو جاي هيك، هسه راح ارسم لكم الرسم، هذا اكو كارتليج مفصل هنا جاي هيك، هذا الكارتليج مفتوح بزاويه 45 الى 95، طبعا هاي الرقم اختلاف هواي بين الكتب، بقسم يكتب 40 الى 80 قسم حتى، بس هو المتفق عليه بكل الكتب كافرج هو 60 درجه الزاويه، كافرج 60 درجه، بس هو كرينج هو 45 الى 95 هاي الزاويه. اذا صار عندي هاي الزاويه انفتحت اكثر من 5 اذا انفتحت اكثر من 95 درجه او اكثر من 90 درجه، معناه اكو فد شيء صار باللارجمنت هنا بحيث دفعها منا ومنا. احنا بعد اللي جوه هي احنا اللي عندنا هنا هو الليفت سوري الرايت اتريوم، فهي تنزل تنقسم هنا تقريبا او لي جوا بعد اي تقريب هنا، اذا صار عندي انفتحت الزاويه اكثر من الطبيعي فمعناها اكو شيء هنا صار باللارجمنت او فد شيء صار اكبر من حجمه او اكو ماس دفعتها، وين دفعتها وفتحت الزاويه اكثر. احنا هنا عندنا هو الرايت اتريوم، فمعناها المشكله اذا زادت عندنا يسمونها كارينال انجل، هاي يسمونها كارينال، هاي يسمونها كارينال انجل، الكارتليج يسمونها كارنة والانجل الزاوية يسمونها كارنال انجل، اذا صارت اكثر من الطبيعي فمعناها اكو فد شيء قلنا زاد عن حجمه هنا، فهي اكثر شيء عندنا رايت
اتريوم، فمعناها المشكله عندنا برايت اتريوم. الماس كمان هي رايت اتريال انلارجمنت، يعني من يصير من تضخم، طبعا انلارجمنت راح يكبر حجمه فيدفعها ويكبر الزاويه، او مرات يصير به مثلا يعني تيومر بالاتريوم فيصير بي تدفع هاي الانجل فصير اكبر من الطبيعي. اذا تلاحظون اكو هنا أنا جاي يشوفون اكو ريبس واضحه، هاي الريبس، الريبس الواضحه هذه هي البوستيرير ريبس، البوستيرير ريبس، هاي الريبس اللي جاي يشوفون هي البوستيرير ريبس. بس اذا تدققون بشكل ادق، راح تشوفون اكو ريبس شويه الخيال مالتها اقل من اللي قدامكم، اللي هي هاي، ريبس جاي يشوفونها، اللي هي خيال، عباره عن خيال قليل. هذه هي الانتيرير ريبس، اللي هي عباره عن خيال قليل. هذه الانتيرير ريبس جاي يشوفونها شباب، هذه هي الانتيرير ريبس عباره عن خيال قليل، بينما الواضحه كلش هاي، هذه بوستيرير ريبس، واللي هي عباره عن خيال قليل هذه عباره عن انتيرير ريبس. وهذا زعيم البونز هنا هو الكلافيكول، هذا هو الكلافيكول. عندنا احنا two clavicles اللي هن right to left وبيناتهم مسافة اللي هي الفيرتبرال كولم، اللي ما بيناتهم هو الفيرتبرال كولم والايروي، بقية الستركتشرز لانه جقلنا التراكيا هاي فصايرة كلها احنا قلنا اوفرلاب، راح يصير ماكو فتشي يميز الستركتشرز. فهذا كأناتومي. بالنسبة للدايفرام، هو الستركتشرز اللي قاعد عليه الهارت، اللي هو هذا الدايفرام، هذا واحد وهذا الثاني. هذه يسمونها دايفرامتيك دم، أو دايفرامتيك هامب اللي هي القبة مال الدايفرام. هذني احنا إذا تلاحظون عندنا اثنين، وإذا تلاحظون الميديال بورشن يكون أعلى من اللاترال بورشن، تجي خط شوف اللاترال وين وشوف الميديال، فالميديال يكون اعلى من اللاترال، دائما الميديال يكون اعلى من اللاترال. اكو عندنا ديزيز لا يصير بها اللاترال اعلى من الميديال، يعني هيك يصير الدايفرام، فمعناها اكو شيء جاي يدفع الدايفرام لهنا. اوكي، فحفظوا الدايفرامتيك ستركتشرز. واكو بعد شغله اللي هي هنا اكو ما واضحه بالصوره، هسه نشوفها بصوره ثانيه، جاستريك بابل اللي هي الاير اللي صاير بالستمك، بعدين نجي عندنا كل واحده راح نقول. هذا كاناتومي مقدمه للاناتومي. هذا الستركتشر اللي حكينا نفس الصوره هاي، هذه هي التراكيا لا تلاحظون، هذا جاي يحكي على ايروي، هذه هي التراكيا، هذه مأشر عليها، وبعدين منقسم الى هي رايت من برونكاس وليفت من برونكاس. قلت لكم اذا تدققون هنا اكو فد اير شوي هيج بسيط، هسه صاير عليه شادو هذه فما مبين. وهذه عندنا الكارنا اللي هي زاويه الانقسام، يسمونها الكارنا، كارنال انجل. وهنا اذا تلاحظون هذه هي الارتيك كنوك، او هاي هنا كاتبينها نوكل، اللي هي نفس الشيء كنوك او نوكل، يعني تلقاها بالمصطلح يختلف نفس المعنى، بس هي كمصطلح اكو يكتبونها كنوك واكو نوكل، اللي هي تمثل كاناتومي تمثل الارتيك ارتش. قلنا هذا اسيندينج ارتا وينزل، هذا يسمونه الأورتيك آرتش وينزل ديسيندينج أورتيك. فهاي الأورتيك نوك، يسمون اللي هي تمثل الأورتيك آرتش، هذا بالنسبة للإيرواي. التراكية، إذا تباعون المكان مالتها لازم تكون سنترال، لازم بالنص. اي ديفيشن يمين او يسار معناها اكو باثولوجي، وهذا الباثولوجي يا اما ساحبها يا اما دافعها.
هذا الباثولوجي، يا اما بتشلب بيها وساحبها يعني بنفس الجهه اللي رايحه بيها، يا اما لا بدافعها يعني تلقاها رايحه عكس الجهه مال الباثولوجي. بعدين نجي على موضوع حتى تركيا. فهذا كاناتومي بسيط، بعدين بها هواي هي اناتومي. هذا هو الاناتومي مال حجينا اعتقد، يعني الاناتومي مال الايرواي بشكل. هذا هو الستركتشرز مالتها، وهذه النورمال كارنال انجل اللي اقول لكم عليها هي 45 الى 95، بس هي كل الكتب متفقه انه كافرج هي 60 درجه، وهذه هي بالرسم. هسه بالرسم هو مطوخ على اللي موجود، فهي جايه هنا اذا تشوفون هذا السواد شويه، السواد شويه شباب، كل سواد بالاشعه معناه اير، هذا معناه اكو هواء بهاي المنطقه. فاحنا هنا شلون تعرف هي التراكيا من الفيرتبرا؟ احنا الفيرتبرا هي بون. هسه هم اجيكم شنو الدنسيتي مال كل ستراكشر. الفيرتبرا هي عباره عن بون، البون يكون لونه ابيض، والتراكيا بما انه بيها اير فمعناها شنو؟ معناها تكون لونها اسود. فهنا صاير سواد الابيض رايح من قوة السواد مال الاير، ورايح من قوة البياض مال الفيرتبرا، فصاير لون شوية فاتح اللي هو هذا، بس يميز انه هذه هي اكو اير هنا سواد. بعدين جاية منقسمة الى ليفت تو رايت، وهذه هي الانجل اللي هي يسمونها كارينال انجل. هذه الكارنة مو الكارينال انجل، الكارنة اللي هي لونها أخضر، هاي تشوفونها الحلقة المشتركة، الحلقة المشتركة هذه يسمونها كارنة. الكارنة بشكل أنجل هاي اللي هي الكارنال أنجل، هاي المصطلحات حكيناها حتى تشوفونها شباب. الأمور اللي هنا تمام، شباب اوكي اذا تمام. اي شيء ما تفهمونه قولوا لي حتى ندوس بريك عده. هذا الستراكشرز، هذا صوره مع الاشعه ومخطط عليها يعني على مود يوضح الستراكشرز الرئيسيه. هذا الستراكشر اللي هو لونه ابيض، اللون الابيض اللي بالنص شباب، هذا الابيض اللي بالنص شوفه بالاشعه، هذا هو كله يمثل الميديا ستاينام والستراكشرز اللي بيها، هاي كلها ميديا ستاينام والستراكشرز اللي بيها. واعتقد انتم دارسين الاناتومي ميديا ستاينام وتقسيماتها، وكل قسم شنو الستراكشرز اللي بيه، بس بشكل عام هي الميديا ستاينام والستراكشرز اللي بيها. هذه المنا ومنا هذه يسمونه لانج فيلد، لانج فيلد او بولمينري فيلد، اللي هو عبارة عن اللانج تشو، عبارة عن اللانج تشو اللي هو يعني بس لانج بدون اير واي بدون فيزل، لانه لان كلهن بالاشعة حتهن للميديا ستانا. فهذا هو يسمونه اللانج فيلد، لانج فيلد يعني مجال اللانج. اذا تشوفون اذا تباعون به هسه اذا تدققون تباعون انه اكو سواد وبيه خطوط بيض، جاي تشوفونها سواد وبيه خطوط بيض. السواد هو احنا قلنا اي شيء اسود معناه اير، يعني اكو هواء بهاي المنطقه. هي اللانج بعد عباره عن يعني نفاخه، نفاخه متروسه هواء، فهي لونها اسود. اما هاي الخطوط البيض فهي عباره عن بزل، بزل مو هاي الخطوط الرئيسيه اللي احكي عليها، مو هذه الخطوط، هذه ربس شباب، لازم تميز الربس من الستركتشر الباقي، مبينه شكلها مقوس ولا هاي الخطوط اللي هي مفتره هيج، خلي امسح عن الربس من البوستير بالاشرتن، ولا هاي الخطوط اللي هي هاي جاي تشوفونها، لا اللي هي الشادو مالتها الخيال مالتها اقل يكون من البوستير ربس. هذه يسمونها انتيرير ربس، انتيرير ربس، هذه الانتيرير ربس. ف لا اكو بياض هيج مثل الخطوط صاير ناعم مثلا هنا، هذه هنا اذا تركزون هذا عباره عن فيزل اللي هي بولمينري كابلاريز وفيزل. هنا الستراكشرز اللي هي ميديا ستانم بها الهارت، وقلنا الهارت ستراكشرز مالته هذا هو بالضبط. اذا تلاحظون اكو فد
هذا الهرج، اكو فت خسفه هنا هذه اللي هي صايره نوتش، جاي تشوفونها شباب، هذه الخسفه اللي هي نوتش، هذه هي الفاصله ما بين الفنتركول والاتريوم، فمعناه هذا الليفت فنتركول وهذا الليفت اتريوم، هذا الليفت اتريوم، هذا هو البولميناري ارتريز اللي هي المين بولميناري